اهلا بيكم يا صحاب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه اسمها دومبي اوف ماسك. اللعبه دي صعبه قوي وهوريكم ازاي تكسبوها. يلا بينا نبدا. اللعبه دي يعني سهله شويه. انا ما اعرفش هما مستهترين كده ليه اصلا. لا لا، يا ريت 200، يا ريت 200، يا ريت. ايوه الحمد لله. ده اصلا بس ده اللعبه دي للاول. دور اتنين. طب ما خلاص بقى ما تبتدي. انا ما اعرفش الملاعب بتهنج كده، مش بتهنج يعني، بتعمل اشكال كده زي تهنيج في اول حته. خسرت، ما خدتش بالي من الشوك. مش عارف اصلا. كفايه تعليم ما نعرفها. دور ثلاثة. هي بتاخد بقى، بس تاخد وقت في البداية. ايه ده؟ قصدي كده وكده كده وكده كده وكده وكده برضو تاني. دي هتقعد ساعة تلف. لا بقى كده تيجي على 250. يا ريت يا رب لو كانت جت على 250. اوف بقى. لا 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 لا. طب اخدها زي النجمة. كده وكده كده. اوف يا نهار ابيض. باخد النجوم يعني، هاخدها النجمة دي. ايوه كسبت. نيكست ليفل. دور أربعة. خدنا وقت كتير، خدت وقت علشان أكسب دور تلاتة. وكل مرة هتصعب وهتصعب. ده لسه في البداية. في كل ده ينهار. في شوك هنا ما تمشي كده. كده 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 ايه ده؟ انت طبعا عارفين لو الارض دي وصلت يعني لمستكم يبقى انتوا كده خسرتوا. لو القدر لمستني بقى يبقى انا كده خسرت طبعا، انتوا عارفين.
يا نهار بتاع دي، يعني تحس بالنرفزة فيها، نرفز ما تمشي. امشي بقى، كل ضربة خد فيه 3 نجوم، مستحيل الدور ما خدش فيه نجم، مستحيل الدور ما خدش فيه 3 نجوم اصلا. دور بعد دور 6، تخيلوا بقى الدور الأخير، الدور الأخير الله ده الشكل اختلف. نخاف لاجي على الشوك ده واخسر. يلا 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 اوبا، خدت جبالي. بس يا صحاب انا هقطع لحد هنا، لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد. مني سلام.